في إطار استراتيجيتها الهادفة لخدمة المشتركين، أعلنت شركة زين العراق لخدمات الاتصالات خلال مؤتمر صحفي في محافظة كربلاء عن توقيع عقد مع شركة أريكسون العالمية لتحديث وتطوير المواقع الشبكية التابعة لها في محافظتي كربلاء والنجف، استعدادا لموسم الزيارات والمناسبات الدينية. راح نجيب آخر إكويبمنت والموست مودرن إكويبمنت الموجود بالعالم، وراح نحطهم كربلاء ونجف، واتفقنا على عقد فوق $40 مليون. راح نسوي إحنا إنفستمنت ويا شركة إريكسون عم نطور الشبكة كربلاء ونجف. من الملايين اللي يجون كربلاء ونجف الزوار ودي يشوفون ودي يجون هاي المحافظات ويفطرون بيها، فصار أكون نيد على مودرنيزيشن مال إكويبمنت، وريد إحنا مثل زين ده تسوي بالعراق كله، رينا نعطي للمشتركين مالتنا آخر إكويبمنت الموجود والموست مودرن إكويبمنت الموجود بالعالم. كربلاء والنجف هي الأكثر مدينة، هي لها مزارات وعدد زوار يجون بالسنة ممكن يوصل عدد إلى 14 مليون مشترك خلال الزيارة وخلال الإيفنتس. هذا فشي محتاج تحضير ومحتاج انفراستراكشر قوي ومحتاج انفستمنت من عند إريكسون ومن عند كل الشركاء الموجودين. وبحسب القائمين على الشركة أن هذا التحديث سيمكن مشتركي زين العراق من التمتع بخدمة انترنت عالية السرعة وتغطية أقوى وأوسع، إذ سيكون له الأثر الواضح على مجالات تطبيقات الشبكات وبمعدلات وأحجام بيانات أعلى بكثير من السابق. عملية التطوير سيتم من خلالها جلب أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاتصالات المتنقلة وتطبيقها في محافظة كربلاء ونجف، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لتناسب التنامي المستمر لعدد المشتركين. مثل ما تعرف زين العراق هي الشبكة الأولى والأكثر استخداما في محافظة كربلاء ونجف المقدستين، وكذلك سيتم زيادة التغطية وقوة الشبكة لتغطي ليس فقط مراكز المحافظات وإنما القرى والنواحي المتفرقة على كامل نواحي المحافظة، وكذلك بزيادة قوة شبكة وتغطية شبكة الجيل الثالث لتنامي لتحاكي الزيادة المتنامية في وزيادة الطلب على استخدام الإنترنت وخدمة البيانات. إحنا أهم شيء للمشترك حتى يستخدم خطنا وخدمتنا أن يكون عندنا شبكة قوية، وتعرف المشتركين يوم عن يوم جاي يطالبون بخدمة الإنترنت متوفرة في كل مكان زائد سرعتها. فتشوف شركة زين العراق حريصة كل الحرص في كل سنة، هاي مو أول سنة، تعرف حضرتك بكربلاء حاولنا نجيب آخر وأحدث الأجهزة لتستوعب أكبر عدد من المشتركين، تعطي أكبر سرعة من الإنترنت. أنت ممكن ببرج إذا بتقنياته شوية متأخرة أو قديمة ممكن تغطي لك عدد محدود، لكن ممكن تدفع فلوس أكثر تستثمر أكثر تجيب نفس حجم هذا البرج تغطي الأضعاف. ويأتي هذا الاستثمار من شركة زين العراق ضمن خطط الشركة لتطوير قطاع الاتصالات في العراق بما يخدم المشتركين خاصة في محافظتي كربلاء والنجف. من كربلاء طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.